شركات تانية عاملة دوي في العالم وعاملة دهشة في الأوساط العلمية. طبيب سعودي في أمريكا قام بعملية هي تعتبر من أصعب ما يمكن وبيتقال عليها أنها عملية تاريخية. بعض الأمريكان بيسموها العملية المعجزة. جنين في بطن أمه، جنين في الرحم، جنين في الرحم قلبه عليه ورم. أنا طبعا مش متخصص يعني، إنما ده اللي أنا قريته. جنين في رحم أمه وقلبه عليه ورم، فيقوم هذا الطبيب السعودي اللي بتحتفل بيه كل الأوساط العلمية الآن بفتح الرحم. الأول فتح بطن المريضة أو يعني المكان، لا، ثم فتح الرحم، وأن يقوم زي ما حضراتكم شايفين في فيديو تمثيلي، ده مش الفيديو الحقيقي زي ما انتم شايفين كده، الفتحة الأولى ثم الفتحة الثانية ثم مد يده إلى الجنين اللي جوه رحم أمه ثم فتح قلب الجنين. في ثلاث فتحات دلوقتي، الفتحة الأولى هي فتحة البطن، الفتحة الثانية هي فتحة الرحم، الفتحة الثالثة هي فتحة صدر الجنين عشان يصل للقلب ثم يزيل الورم من على القلب. وتنجح العملية وتلد الأم طفلا معافا. الدكتور هاني نجم الطبيب السعودي الذي قام بهذه العملية رئيس قسم جراحة القلب في كليفلاند كلينيك. أهلا دكتور هاني، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا أستاذ عمرو، ألف مبروك هذا الإنجاز العظيم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على استضافتي. هل أنا فاهم صح؟ حضرتك اشرح لنا بقى بشكل علمي، أنا قلت اللي أنا فهمته من القراءة، العملية دي كانت عاملة إزاي؟ كما وصفت أستاذ عمرو، هو في الواقع طبعا كل الحوامل يجري فحص الأجنة برنين الأشعة الصوتية، فوجد عند الطفل رايلن قبل ولادته أنه عنده هو ورم في ملتصق بالقلب ويسبب استسقاء أو تجمع سوائل حول القلب وهبوط في الجسم. فتحول علينا من خارج كليفلاند، وعندما لما وصلنا كان اوريدي عنده زياده في حجم الورم من الفحص الاول اللي هو كان قبلها باسبوعين فقط، وكان في هبوط في القلب، وكان واضح جدا لابد اتخاذ قرار سريع لانه الجنين واضح جدا انه ما حيستمر في لنهايه الحمل. فاجتمعنا كفريق متكامل لانه طبعا لابد تخطيط لهذه العمليه ما اجريت سابقا بهذه الطريقه او بهذا النجاح. طبعا الفريق لابد ان يكون مكون من مخدر لانه تخدير الجنين سيكون عن طريق الادويه اللي تعطى للام. يعني نعم. يعني انت عايز تخدر الجنين لازم تفكر ازاي الجنين ده يتخدر وهو تمام. جوه رحم امه. تمام بالضبط استاذ عمرو. وبعد كذا اول طبعا بعد كذا هذا التخدير يعني طبعا لابد انه يكون هناك طبيب النساء والولاده اللي هو يعرف كيف يسوي القيصريات ويعرف كيف الدخول والوصول الى الرحم. وطبعا كان لابد يكون هناك طبيب علم الاجنه اللي هم برضو متخصصين في هذا الشيء. وطبعا الورم هو في القلب اللي هو انا كنت موجود. طبعا سالوني قبلها يعني هل طبعا أنا جريت عمليات بعد الولادة عند أطفال آخرين، ولكن طبعا ما جرت هذه العملية إلا سابقا في حالة واحدة في فيلادلفيا، مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وما نعرف إذا كان عاش الطفل بعدها أو لا. بس كانت فعليك بتقول لي أن دي أول عملية من نوعها في العالم. لا أنا أقول أنه هذه العملية الوحيدة اللي هي فيها نجاح كامل لهذا السبب أنه الطفل كان عايش. الآن هذه تم نشرها الآن بعد 5 شهور من عيشة من أو ولادة الطفل، ولهذا السبب إن هو أزيل الورم السرطاني وهو الآن يعيش حياة طبيعية. الحالة الأخرى اللي ذكرت
بالمنشورات العلمية ما نعرف إذا كان فعلا الطفل عاش ولا لا. طبعا هذا الشيء غير مستغرب بكل العمليات الجراحية بشكل عام، لأنه دائما يكون بداية العمليات المبتكرة دائما يكون فيها وفيات في البداية في الأول، بعد كذا تبدأ العلم يتطور ونعرف أكثر وأكثر عن إجراء هذه العمليات ويصير في نجاح للعملية أكثر كما حدث معنا. أنا فهمت أن الجنين ده وقت ما اتعملت عملية كان عمره 5 شهور، وانه طبعا لانه في احترام للتقاليد العلميه انتوا انتظرتوا لغايه اما الام خلفت والطفل عاش مده عشان تعلنوا ان هذا الامر قد نجح. انا فاهم صح؟ صحيح. احسن عنايه مركزه هي رحم الام. بعد اجراء العمليه طبعا قفل، رجعنا الجنين الى الرحم وقفل الرحم وقفل البطن، وجلست الام 4 أيام في المستشفى وراحت البيت حامل طبيعي، وكان في الجنين قلبه طبيعي وكل المؤشرات أنه حياته طبيعية. بعد ذلك رجعت على المستشفى في حالة ولادة على الشهر 9، وأجريت لها قيصرية لأنه طبعا صار في فتح أو في الرحم عشان لا يكون في انقباض في الرحم، وتولد الولد طبيعي. طبعا كان هناك التئام كامل للفتحة اللي أنا فتحتها في القلب، ولله الحمد ما كان في أي ورم، وإلى الآن عمره 4 شهور أو 5 شهور بعد الولادة وهو ينمو طبيعي، قلبه طبيعي جدا وتكوينه كله طبيعي وعمله طبيعي. طيب يعني حضرتك وانت بتشتغل على جنين جوه رحم أمه، أظن دي عملية من الصعوبة، يعني ده كيان يعني هش وصغير جدا للتعامل معاه. يعني أنا بشوف عمليات جداً. القلب دي بيبقى فيه أجهزة اللي هي بتفتح القفص الصدري ومش عارف إيه، وحاجات يعني قوية جدا مع البالغين الكبار، ولكن مع مخلوق هش زي ده أظن عملية صعبة جدا يعني. صحيح 100%. أنا طبعا وقت ما عرضت الحالة علي بصراحة طبعا أول مرة تجرى، وطبعا الفريق كله ما أجرى هذه العملية سابقا، بالنسبة لي طبعا أول مرة وكل الفريق ما سواها قبل كذا. الواقع أنه كان فكرت في خطة ألف خطة باء خطة جيم، ليش؟ لأنه استئصال الورم يمكن أن يؤثر على القلب، ممكن جزء من القلب لابد إزالته، ففكرت في جميع الخطط الأخرى اللي ممكن أحتاجها، فكان عندي كذا خطة. إذا فتح الجنين طبعا هو يمكن وزنه كان يمكن كيلو كيلو ونص بالكثير في ال5 شهور هذه، ففتح الصدر ما هو صعب لأنه لسه العظم لم يكتمل كله غضروف. إزالة هو في الواقع كان حتى الجنين بدأ قلبه يضعف يعني، وإحنا بنفتح فاضطريت أفتح بسرعة الغشاء اللي حول القلب لإزالة السوائل حول القلب اللي هي كانت ضاغطة عليه، وبعد كذا مسكت الورم ووجدت زي منطقة لإزالة الورم بدون فتح تجاويف القلب نفسها، ولله الحمد تسهلت وقفلنا بعد كذا الصدر وحطيت العملية دي يا فندم يعني خدت وقت قد إيه؟ الجزء العملية كلها تقريبا أخذت 4 ساعات، الجزء اللي هو كان مختص بالقلب كان تقريبا ساعة ونص. طبعا قبل كذا حطيت أنا المغذي في يد الجنين، ليه؟ لأنه كان لابد أعطاء بعض الأدوية مباشرة لتقوية القلب مباشرة للجنين، فكان لابد أول شيء حصلنا عليه هو مغذي للجنين في يده. يعني الصور الإرشادية اللي احنا شايفينها دي، إيديه طلعت فعلا من الرحم بتاع أمه وقدرت تحط في إيديه حاجة كمان؟ صحيح. هو لا تنسى أنه الجنين عايش على المشيمة فلا يحتاج أن يتنفس، فرأس الجنين لم يخرج من الرحم ولا رجول الجنين خرجت من الرحم، زي ما شفت في الصورة أنه الصدر والأكتاف والأيادي اللي فعلا هي طلعت من الرحم، بقي الرأس ونصف الجسم الأسفل في داخل الرحم، وهذا الجزء من المحافظة على درجة الحرارة للجنين، ويبقى طبعا السائل اللي حول الجنين.
طبعا السؤال اللي المعروف دائما يقول لك في سائل حول الجنين، كيف طلع هذا السائل؟ السائل هذا كان فعلا يخرج باستمرار لانه الرحم مفتوح، ولكن كنا احنا نعوض السائل اللي يخرج بسائل اخر اللي هو سائل ملحي زي اللي نعطيه في المستشفيات العاديه. سبحان الله كل هذه الاشياء بعد تركها يرجع السائل الى السائل الطبيعي اللي هو يفرز الرحم الداخلي. دكتور هاني نجم، فخر لينا جميعا كعرب انه يعني يكون في طبيب عربي في هذا المركز وانه يقوم بعمليه نادره زي دي. الف مبروك وسعداء جدا وفخورين جدا. استاذ عمرو، هذا اشكرك جدا على استضافتي. هذا طبعا انا يسموها معجزه، انا اقول انها هذه هي علم ومخاطره محسوبه وخبره، ولله الحمد تكللت بالنجاح. الحمد لله. شكرا دكتور هاني نجم، شكرا لك يا فندم. شكرا لك. شكرا.